مش مصدقة بجد ان انا هقول كده، مش مصدقة مش مصدقة. You say I'm making nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster. Some things never change, you wonder how never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you will break your back to make me feel with the angels. Fear to go, but you keep trying. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, and change my ways, even crumple bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. But that's a bad thing, it's so mundane. And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change. هلو بنيناتي الحلوين، النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن خبر يعني ممكن يزعلكم. بقالي اسبوع بقول لكم كده، انا عارفه ان انا وترتكم، وعارفه انه يعني الخبر مش هيبقى وحش قوي زي ما انتم متوقعين يعني ان شاء الله. بس مبدئيا شكرا لكل اللي خافوا وقعدوا يقولوا يا جنى ما تعتذريش، يا جنى احنا بنحبك وما اعرفش ايه. بجد انا بحبكم قوي قوي، والتعليقات بسطتني جدا. ان انا مجرد قلت لكم ان في خبر، انتوا فعلا خفتوا عليا وانا كنتوا خايفين وقلقانين، فانا بجد بحبكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. دي اول حاجه. تاني حاجه انه الخبر نفسه بقى، طبعا انا تالتة ثانوي، امتحاناتي هتبدا يوم 10/6. ده الامتحانات اللي مش متدخله، الامتحانات الرئيسيه هتبدا يوم 20. فانا غالبا من بدايه الشهر اللي هو من النهارده، اللي هو يعني هيبقى بكره يوم السبت واحد تقريبا السبت واحد، الجمعة 31 اللي هو النهاردة، السبت هيبقى 1/6. فأنا مش هقدر أنزل فيديوهات طويلة زي ما أنا كنت بعمل، ومش هقدر أعمل تصاميم، مش هقدر أعمل شورتس، مش هقدر أعمل الحاجات دي كلها. فللأسف أنا صورت في الفترة اللي فاتت، كنت سحبة شوية. ليه؟ عشان أنا كنت بصور فيديوهات تنزل لكم في فترة امتحاناتي. بس برضو طبعا كان صعب جدا أنا أصور فيديوهات كذا فيديو ينزلوا في وقت امتحاناتي. فخلصت على قرار، رسيت على قرار يعني ممكن ما يعجبكوش شوية، بس صراحة هو ده القرار اللي نفع معايا يعني. فبجد انا اسفة، وان هو الفيديو الواحد هيكون يعني للأسف من 10 دقايق لربع ساعة. يعني اطول فيديو هينزل لكم خلال الفتره دي هيبقى 17 دقيقه، وكان عشان في كلمات اليابانيه كتير وما اعرفش ايه، فطول مني يعني. فده هيبقى اطول فيديو في خلال الشهرين الجايين دول. وطبعا برضو مش هنزل كل يوم اكيد، يعني بالكتير قوي هيبقى فيديو في الاسبوع او فيديوهين، ده لما ابقى اتجننت خالص. انا لسه مش عارفه الفيديوهات اللي انا صورتها كام واحد بالظبط، ولا هنزل ترتيب الفيديوهات ايه، انا مش عارفه. بس عموما يعني ان كلهم باذن الله هينزلوا خلال الشهرين دول، يعني الشهرين بتوع الامتحانات. لان انا هبدا، انا نسيت اقول لكم خلص امتى، انا هبدا يوم 20/6 الامتحانات اللي هي العربي والكده، واخلص يوم 17 انا علمي علوم، فهخلص يوم 17/7. هحط لكم الجدول زي ما انتم شايفين، هو ده اوكي الحمد لله. يعني الحمد لله هبدا يوم 10 الامتحانات اللي مش متضافه في المجموع. اتمنى تدعوا لي، ويعني بجد السنه كانت صعبه، يا رب تعدي على خير يا رب بجد، لاني تعبت كتير فيها. ف يعني ربنا يسترها بجد، يا رب اجيب مجموع عالي يا رب يا رب. فانتوا كمان ادعوا لي، يعني انا عارفه ان انتوا تحبوني وان شاء الله هتدعوا لي. وعايزه الكومنتات تبقى مليانه دعاوي بالله عليكم، عشان انا بجد نفسيتي زعلانه الفتره دي كمان. فبس هو ده كان الخبر. اسفه لو خضيتكم شويه في المنتدى، بس يعني حبيت اقول لكم ان في خبر. عموما الحمد لله ان انا مش هسحب خالص. وبالنسبه للبيت اللي انا بعمله، تقدروا لو عجبكم الاوضه بس. باي يو.